مع فقرة مطبخ دمتي، شاركي معنا تحضيراتك لفصل الشتاء وكيفاش كتخلقي أجواء الدفء في البيت ديالك. بعتي لنا صورة لشهيوة من شهيواتك مرفوقة بمنتوج دمتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي بأجهزة إلكترونية رائعة. مطبخ دمتي، طياب فن ومتعة. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالتواصل ديالكم، اكيد مرحبا باش انكم تشاركوا معنا من خلال رقمنا اللي هو 0702024040 على شدايفهم. كل نهار كتشاركوا وكتفوزوا معنا باجهزه منزليه الكترونيه صغيره، واكيد ما تنساوش ايضا انكم اللي كتبعثوا الوصفات ديالكم تكون مرفقه بالمنتوج اللي استعملتي والاسم ديالكم بالكامل، مدينه منين نتوما، المنتوجات اولا الوصفات ديالكم اللي خاصها تكون ديال هاد الوقيته اللي كتعطي دفع ليك والعائله ديالك. اليوم معنا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام للملا الجميلة، كي دايرة؟ الحمد لله، مرحبا بكم، مرحبا بناس زاكورة أيضا، مرحبا. الله يحفظك. عائشة، أول شيء قولي الوصفة ديالك وشنو المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها؟ درت صوص دجاج. أييه. ونسمتها بالبصلاية بزاف ومطحونة وضامتي ديال السمن وضامتي ديال الدجاج. واخا ديال الزعفران. يلا اجي ناخذوا المقادير. هذه سفه بالدجاج والبصله يابسه، البصله يابسه اللي ولاو اولا البصله كارمه اللي ولاو بزاف ديال الساده كيديروها، وكتجي هي من المناطق الصحراويه وزاكوره هي من المناطق اللي كيصيبوها زوينه. اييه مرحبا، تفضلي. بسم الله. اول حاجه غير رفع الصوت ديالك شويه عائشه. واخا يلا. اول حاجه كناخذوا الطنجره كنديروا فيها الدجاج. اييه. والبصله مشلطه والزيت والملحه. نعم. والابزار والسكينجبير والخرقوم وشويه القرفه. وضمتي ديال الزعفران ايديال وضمتي ديال الدجاج ايديال. لا بلادي، راه قلت لي جوج ماركات وحده غلط. واخا يلا. اول مره شاركت معكم. بالعكس، مرحبا مرحبا مرحبا، تفضلي باش نستمتعي. ضمتي ديال الزعفران وضمتي ديال الدجاج. واخا يلا. الواخا يلا. والمعدنوس ومعلقه ديال البصله يابس. صافي. ونزيد الكاس ديال الماء ونخليه يطيب على عافيه متوسطه. اييه. ملي يطيب لينا الدجاج نحيدو من الطنجره وندير معلقه ديال العسل على البصله ونخليها حتى يتغمر. صافي. ونحيدو الدجاج، نحيدو ليه العظومه ديالو. صافي. وندوز كندير ليها الماء، كنديروا الماء يغلي. اييه. وندهن الفته شويه في الزيت. اييه. ونديروها تفور واحد 20 دقيقه ونحطوها. ونرش ليها عاوتاني الماء ونردوها تفور مره ثانيه. نعم. ونعاود نحطها ونرش عليها الماء. اييه. ونردها تفور مره ثالثه وندير معاها الزبيب تفور معاها. اييه. صافي. ونحطها وندهنها بشويه السمن وواحد المعلقه ديال السكر كلاصي. صافي. ونقدمها كي تبغينا وتقدم كيف اختيار. نعم. اللي بغى يدير في القلب ديالها، اللي بغى يديرها في الفوق، على حسب. هنا كيبقى كل واحد كيف قلتي الاختيار، المهم ان المقادير تكون مضبوطه. طبيعه الحال عائشه، كتعرفي ان كل نهار كاينه جائزه، اليوم بلندر بالصحه والراحه وان شاء الله تنفعك في رمضان يا رب. آمين ربي. شكرا لك، شكرا لك عواشر مبروكه. شكرا عائشه من زاكوره، كل المستمعين والمستمعات اللي مرحبا دائما بالتواصل ديالهم، مرحبا باش انهم يشاركوا معنا في الفقره. صراحه نقولها بعباره فعلا من قلبي، حرام زعما وكيبقى فيا الحال ملي كنلقى وصفات زوينين بزاف وملي كنجي نشوف كنلقى الاسماء ما كاينينش، السميه ما مكتوباش. كيف كتبتي تبارك الله صيفطتي الوصفه، وكيف صيفطتي المقادير وصيفطتي السميه ديال الوصفه، كتبي السميه ديالك كل مدينه منين انت رجاء. هادو من الامور اللي صراحه ضروري عندي باش انني نشوف او نختاروا شكون اللي غيفوز معنا، عاد باش اكيد الصوره مع المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها. هادشي كله كترسلوه لنا واتساب، الله يعطيكم الخير، واتساب على الرقم اللي هو 0702024040، وان شاء الله حد موفق للجميع. مع فقرة مطبخ دمتي، شاركي معنا تحضيراتك لفصل الشتاء وكيفاش كتخلقي أجواء الدفء في البيت ديالك. بعتي لنا صورة لشهيوة من شهيواتك مرفوقة بمنتوج دمتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 0702024040 وفوزي بأجهزة إلكترونية رائعة. مطبخ دمتي، طياب فن ومتعة.